أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والتي نبدأها بالعناوين. من موقع المشاهد نت: لا زوار في عدن والمستثمرون خائفون. ومن الموقع بوست: ميليشيا الحوثي تهدد مدراء المدارس في عمران بالاعتقال. ومن العرب الجديد: إذاعة صنعاء تروج للتداوي بالطرق القديمة. ومن الصفحة الأخيرة في القدس العربي: راعية أغنام في السعودية تتحول إلى مليونيرة في بلادها. أهلا بكم. المنظمات اليمنية والدولية كيف تحصل على البيانات وتوزع الإغاثة؟ يتساءل موقع يمن مونيتور في تقرير، وينقل عن موظف في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في صنعاء تحت سلطة الحوثيين قوله إنه: ومنذ إعلان المجلس السياسي الأعلى برئاسة صالح الصماد، اتجه الحوثيون وحلفاؤهم المؤتمر الشعبي العام إلى المشاريع الإغاثية والإنسانية، وقطعوا تعامل الجهات المانحة مع المنظمات والمؤسسات المحلية إلا عبرهم. وأشار الموظف إلى اعتماد جماعة الحوثي المسلحة على هذه المشاريع كمصدر تمويل لأنشطتها من خلال أخذ المشاريع من المنظمات المانحة وتنفيذها عبر جمعياتها ومنظماتها التي انتشرت في الوقت الحالي، وتوزيع جزء بسيط من المساعدات وأخذ النصيب الأكبر للمتنفذين والمشرفين في الجماعة. وقال الصحفي همدان العليلي المتخصص في شؤون منظمات المجتمع المدني إن جماعة الحوثي تشارك بشكل كبير في توجيه مسار المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية في اليمن عبر إخضاع اللجان الإغاثية والمنظمات إلى إشرافها وإطلاعها بشكل تام على مشاريعها. وأكد على أن الجماعة تقوم بنهب المساعدات الإنسانية في اليمن، حيث أظهرت وسائل الإعلام العديد من الحالات التي سجلتها لجنة الإغاثة في اليمن. في تقرير خاص بموقع المشاهد نت تحت عنوان: بين الدمار الذي خلفته الحرب والخطاب المناطقي الطارد بالأرقام، السياحة في عدن تحتضر. قال التقرير الذي عده مفيد الحميري إن عدن تحاول إعادة مكانتها السياحية التي هزت عرشها الحرب والصراعات المسلحة، وبخطوات خجولة وأرقام مخيفة يسردها مدير مكتب السياحة في محافظة عدن، حيث قال جعفر أبو بكر محمد جعفر: تعتبر مدينة عدن عاصمة سياحية بامتياز بما تمتلكه من مقومات سواء بشرية أو طبيعية كالجبال والشواطئ والمحميات الطبيعية التي أو إلى جانب الكادر البشري المؤهل. ويضيف: مع الأسف منذ تحرير عدن وإلى الآن والحركة السياحية أصبحت تقدر بنسبة ضئيلة، بمعنى أن السياحة في عدن ما تزال في خطر. ويتابع أن النشاط السياحي هو ضمن منظومة متكاملة، فإذا توفر الأمن والاستقرار وانتعشت الحالة الاقتصادية من الطبيعي أن تزدهر السياحة في اليمن. ونتيجة للحرب التي شهدتها مدينة عدن واحتلالها من قبل الانقلابيين والعمليات العسكرية التي أدت إلى تحرير المدينة، ما زال تأثير ذلك واضحا على عمل السياحة بشكل كبير. ويضيف: أصبح الشخص يخاف من إقامة مشروع سياحي بسبب عدم وجود الأمن والاستقرار، وفي بعض الأحيان قلة الخدمات مثل انقطاع الكهرباء والمياه وغيرها أثرت أيضا بشكل كبير. ويقول التقرير إن خسائر القطاع السياحي بعدن وفق تقديرات مكتب السياحة بالمدينة بلغت 400 مليون دولار، كما تم تسريح 20,000 عامل في القطاع السياحي. الثورة وموضوعاتها دروس من التاريخ، هذا عنوان لمقال كتبه شفيق الغبراء وأعيد نشره في موقع الموقع بوست، ويضيف أستاذ السياسة في جامعة الكويت: الثورة أمر طبيعي في التاريخ، وقد حدثت بصفتها نتاج طموحات وأمال بين شعوب ونخب غاضبة على الأوضاع. ويعلمنا التاريخ بأن الثورات وقعت في حالات كثيرة في مجتمعات مأزومة بعد تحسن ملموس في الأوضاع الاقتصادية استمر لسنوات، أعقبه تراجع مفاجئ في الاقتصاد نتج عن سوء إدارة وفساد. حينها تكون الثورة نتاج سقوط الثقة النهائية بين النظام والشارع. لا يشترط أن تكون الثورات عنيفة، فالثورات مدارس وأنواع، والتاريخ الإنساني في العقود القليلة الماضية
قدم لنا الثورة العنيفة بصفتها الشاملة المؤدية لتغيير متكامل في النظام السياسي والاجتماعي بل والاقتصادي كالثورة الفرنسية والروسية والصينية وحتى الإيرانية، لكنه قدم لنا نماذج لثورات سلمية أقل راديكالية كالتشيكية والتشيكوسلافية والجنوب أفريقية. الثورة السلمية على الطريقة الجنوب أفريقية سماها المفكر جورج لاوسون 2004 الثورة المتفاوض عليها، أي الثورة التي تصل لمرحلة يتطلب نجاحها الاتفاق بين ممثلين عن الطرفين الأساسيين بواقي النظام بالإضافة لأجنحة الثورة، وهذا يقع عندما يقتنع كل طرف بأن انتصاره المطلق غير ممكن وبأن التفاوض على شروط الانتقال أفضل من الانتظار لحصد المخاسر. أما في الحالة العربية فالثورة التونسية هي الأقرب للثورات المتفاوض عليها، إن رفض الأوضاع الراهنة والتململ منها في ظل الشعور بالغرق في بحر من التناقضات والفساد صفة مشتركة لسكان البلدان العربية، فالأنظمة في البلدان العربية مدمنة على ممارسة سياسة استثناء وتهميش وهضم حقوق تجاه قطاعات هامة من الناس، لكن الأنظمة عاجزة بنفس الوقت عن الانتقال أو إيجاد طريق لإيقاف الفساد في ظل انحيازها المرضي لنخب سياسية واقتصادية نتجت عن الاحتكار السياسي ولم تنتج عن آليات سوق سياسي واقتصادي حر. الجديد أن شعوب الإقليم العربي لم تعد قابلة بدونيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية السابقة، وهذه صفة تجعل الإقليم العربي مهيئ لخيارات غير مرئية الآن. في عنوان بارز جاء في موقع الموقع بوست: ميليشيا الحوثي تهدد مدراء المدارس في عمران بالاعتقال في حال عدم حضورهم دورة طائفية. وقال الموقع إن ميليشيات الحوثي في مديرية صوير بعمران هددت مدراء المدارس والمعلمين وموظفين في القطاع الصحي بالاعتقال في حال عدم حضورهم دورة طائفية في صنعاء. وقالت مصادر محلية في مديرية صوير إن ميليشيا الحوثي استدعت مدراء ومدرسي المدارس وعددا من المعلمين في القطاع الصحي بالمديرية إلى حضور دورة ثقافية في العاصمة صنعاء. وأضافت المصادر أن مدير المديرية المعين من قبل الميليشيا أحمد أبو حلفة هدد المدراء والمدرسين والصحيين بالاختطاف من الطرقات في حال لم يحضروا الدورة، قائلا أن الطريق لن تكون لهم آمنة. وذكر البعض ممن حضر تلك الدورات سابقا أن الميليشيات تقدم فيها المشاركين منهجا طائفيا بحتا يثير العصبية والعنصرية ويزرع الفرقة والخلاف بين أبناء المجتمع الواحد. في صحيفة الأيام قالت في أحد العناوين: عمره يعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، اكتشاف مخبأ في عدن للتحصن من غارات ضد الإنجليز. وقالت الصحيفة إن أهالي حارة القاضي وسط مدينة كريتر عثروا على نفق تحت الأرض يعود إنشاؤه إلى حقبة الاستعمار البريطاني خلال القرن الماضي. وقالت الصحيفة إن ذلك حدث خلال قيام العمال برصف وتعبيد طريق المدينة القديمة بكريتر، حيث ظهر ضوء خافت من إحدى الحفر وتوقف العمل عن نشاطهم ليكتشفوا مصدر ذلك الضوء. ويروي للأيام عدد من أهالي الحي بأن النفق كان يستخدم أثناء الحرب العالمية الثانية ليختبئ السكان فيه إزاء أعمال القصف الجوي من قبل القوات الإيطالية في عام 1940، واستخدموها فيما بعد مقاتلو المقاومة في الجنوب إبان الاستقلال. وأضاف أن الطيران الإيطالي كان يقصف آتيا من جنوب الصومال عندما كانت مستعمرة إيطالية. إطلاق الموسوعة اليمنية المحيط على الإنترنت، هكذا عنون موقع المصدر أونلاين، والذي أضاف أنه أطلق على شبكة الإنترنت موقع الموسوعة اليمنية المحيط، وهو موقع موسوعي يهتم بنشر المعرفة وتعزيز المحتوى المعرفي في الفضاء الرقمي. ويهدف الموقع إلى أن يكون واحدا من أهم المصادر الرقمية المعرفية في الوطن العربي، بدءا من تقديم محتوى أكبر وأكثر شمولا عن اليمن في ظل العزلة التي يعانيها البلد، وتقديم تاريخه وحضارته إلى أهله والعالم. وفي بيان صحفي قال مؤسس المشروع الإعلامي محمد الشلفي إن هدف الموقع هو تقديم الموضوعات بأسلوب سهل وأكثر موثوقية، وسيعتمد في تصفحه الأساسي على خاصية البحث، وسيحقق انتشاره في محركات البحث الدولية حتى يصل بالمحتوى إلى عدد أكبر من الزوار. وأضاف الشلفي: هدف الموسوعة
هو إنشاء أكبر محتوى إلكتروني على الإنترنت بدءاً من اليمن وحضارته وتعزيز حضوره عربياً ودولياً عبر مصدر واحد يكون أكثر إلماماً وتسهيل حصول المهتمين وطلاب المعرفة عن المعلومة. وتحتوي موسوعة المحيط على آلاف الموضوعات في شتى المجالات، تاريخ وسياسة واقتصاد وأدب وفنون وعلوم ومعارف ومطبخ وأشجار ونباتات ومجتمع وشخصيات، إضافة إلى القسم الإنجليزي الذي يحوي موضوعات عامة عن اليمن وتعطي كلها صورة أساسية كاملة في مختلف مجالات المعرفة. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تعنون صحيفة الشرق الأوسط فيما يتعلق بالشأن اليمني: إيران مستمرة بتهريب السلاح للميليشيات وإفشال الحلول السلمية. ونقلت الصحيفة تأكيدات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم على إصرار التحالف على إنقاذ اليمن وتجفيف منابع الإرهاب، وأضاف: سنساند الشعب اليمني كما كنا دائما. وقال إن تصرفات الميليشيات الحوثية في اليمن وانتهاكاتها فرضت الحل العسكري. وأضاف الوزير السعودي أن إيران مستمرة بتهريب السلاح لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وإفشال الحلول السلمية. وتابع: سنساند الشعب اليمني كما كنا دائما، وتحالفنا يزداد إصرارا على إنقاذ اليمن وتجفيف منابع الإرهاب. في تقرير لصحيفة العرب الجديد يؤكد أنه ومع استمرار الحرب في اليمن يزداد لجوء اليمنيين إلى التداوي بالأعشاب في وقت تعود أمراض إلى الظهور. ويضيف التقرير: ازدهر طب الأعشاب في ظل عدم قدرة الناس على دفع نفقات الأطباء والعلاجات، إضافة إلى عجز معظم المستشفيات عن العمل بسبب توقف حصولها على الأموال وعوامل أخرى. ويتابع التقرير: توقف بعض الأطباء عن العمل بسبب انقطاع رواتبهم، ومع انهيار النظام الصحي ولأن معظم الخدمات الأساسية متوقفة في البلاد بسبب الحرب يفكر اليمنيون بالبدائل. ويقول أحد المواطنين: إن التداوي بالأعشاب أثبت فاعليته كون العلاجات مستخلصة من الطبيعة ولا تؤدي إلى آثار جانبية تضر بصحة المريض. وتتابع العربي الجديد: وبسبب كثرة الإقبال على طب الأعشاب باتت الإذاعات المحلية في صنعاء تتنافس لبث برامج دعائية للمراكز التي تستخدم الأعشاب للعلاج. مازق الانفصاليين ومناوئيهم. تحت هذا العنوان كتب محمد الريماوي مقاله المنشور في صحيفة الخليج مضيفا: شاءت المصادفات أن يقع استفتاء على الانفصال في كل من كردستان العراق وفي كاتالونيا بإسبانيا في غضون أسبوع واحد. وقد اقترع أكراد العراق مثلهم مثل الكتالونيين لصالح الانفصال، وفي الحالتين رفضت الحكومتان المركزيتان في بغداد وفي مدريد نتائج الاستفتاء. في العراق جرى استخدام القوة لوقف النفوذ الكردي في كركوك، وتجندت دول الجوار وعلى الأخص إيران وتركيا لوقف مشروع الانفصال، وأغلقتا الحدود البرية والمجال الجوي في وجه إقليم كردستان. ولم تبدي دول تذكر في العالم تأييدها لمشروع الانفصال الكردي، وما زال التوتر قائماً على أشده بين أربيل وبغداد. وتسعى واشنطن التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الطرفين لإنهاء التوتر، فيما لا تكتم حكومة حيدر العبادي في بغداد عزمها على فرض سيطرتها على جميع أنحاء العراق، بما يفهم منه وضع حد لواقع الحكم الذاتي في الإقليم. في كاتالونيا كانت النتائج مشابهة، لكن الوسائل المستخدمة من قبل الحكومة الإسبانية مختلفة. فمدريد رفضت بدورها نتائج الاستفتاء الذي أجري في مطلع أكتوبر،
وسحبت اعترافها بحكومة كاتالونيا وبالبرلمان، حيث يتمتع الإقليم وعاصمته برشلونة بحكم ذاتي واسع. وقامت بتفعيل مادة في الدستور الإسباني رقم 155 تمنح للسلطة المركزية حق تعليق وضع الحكم الذاتي في الأقاليم حين ترتأي السلطة ذلك. وكما حدث إزاء استفتاء كردستان، فإن أي من الأطراف الدولية لم تبدي استعدادها للاعتراف بنتائج الاستفتاء، وبالذات الاتحاد الأوروبي حيث إسبانيا جزء منه. ولوحظ أن فرنسا وهي الدولة الوحيدة التي تجاور الإقليم قد اتخذت الموقف نفسه، وقد انضمت الأمم المتحدة لبقية دول العالم حين دعت الأمانة العامة للمنظمة الدولية إلى معالجة مسألة كاتالونيا ضمن محددات الدستور الإسباني. في الموضوعات الدولية الأكثر متابعة، ما جاء في صحيفة الخليج والتي عنونت انفصاليو كاتالونيا يتمسكون بالحكم وبلجيكا تعرض عليهم اللجوء. وأكد نائب رئيس حكومة كاتالونيا التي أقالتها مدريد أوريال جون كريس أن زعيم الانفصاليين كارليس بوجيدي مونت هو سيبقى رئيس المنطقة، فيما قال وزير الدولة البلجيكي لشؤون الهجرة واللجوء تيو فرانك أنه من الممكن أن يحصل حاكم كاتالونيا المعزول كارلس بوجيدي مون على اللجوء السياسي في بلجيكا. وقال جون كارلس أن كارلس بوجيدي مون سيبقى رئيس البلد وكارمي فورديكيل ستبقى رئيسة البرلمان، وهذا على الأقل إلى اليوم الذي يقرر فيه المواطنون خلاف ذلك من خلال انتخابات حرة، منددا بما وصفه بأنه انقلاب ضد كاتالونيا. وقال السفير الأسباني بالعاصمة باريس أمس الأحد إنه بإمكان رئيس كاتالونيا بوجديموند الذي أقلته سلطات مدريد أن يترشح للانتخابات المحلية التي قررت الحكومة الأسبانية الدعوة لها في 21 من ديسمبر، طالما أن القضاء لم يقرر ما يخالف ذلك. في عنوان بارز جاء في موقع شبكة البي بي سي فيما يتعلق بالصراع الأمريكي الإيراني، تجارة الفستق ساحة أخرى للصراع بين أمريكا وإيران. وقالت الشبكة البريطانية تواجه تجارة الفستق العالمية اضطرابات غير متوقعة بسبب التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وتبلغ قيمة تجارة الفستق الدولية عدة مليارات دولار، وتتزايد قيمتها مع تزايد الإقبال على شرائه. وتسيطر الولايات المتحدة وإيران على تجارة الفستق العالمية، حيث يسيطران على ما بين 70 إلى 80% من الانتاج السنوي في 10 سنوات الماضية. وخلال 40 عاما الماضية واجه مزارع الفستق في إيران ضغوطا بسبب العقوبات والرسوم والقيود المفروضة على الوصول إلى مؤسسات التمويل العالمية. وعلى الرغم من أن الفستق ذاته ليس على قائمة المنتجات التي فرضت عليها عقوبة، فإن القيود المفروضة على تعامل إيران مع الجهاز المصرفي العالمي جعلت المزارعين الإيرانيين يواجهون صعوبات. وتغيرت الأمور بصورة كبيرة في عام 2016 بعد الاتفاق النووي مع إيران الذي أدى إلى تخفيف العقوبات عن إيران. وبعد تخفيف العقوبات لم يتدفق فقط النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية، ولكن صادرات الفستق الإيراني وجدت طريقها إلى السوق الدولية. ولكن الانتشار الذي شهد الفستق الإيراني في الأسواق الدولية قد يواجه تحديات، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوقيع عليه في فترة حكم سابقه الرئيس باراك أوباما أسوأ اتفاق شاركت فيه الولايات المتحدة. من الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي، قصة امرأة تحولت من راعية أغنام في السعودية إلى مليونيرة في بلدها. وقالت الصحيفة إن سيدة سريلانكية استطاعت أن تتحول من عاملة منزل إلى واحدة من أغنياء بلادها. ووفق صحيفة ديلي ميرو فإن كوسو ماثي عادت إلى بلادها بعد 17 عاما من العمل في السعودية، وبحوزتها 3 ملايين روبية حوالي 75,000 ريال سعودي. وتضيف الصحيفة بعد أن كانت العاملة لا تتقاضى أجرها واضطرت إلى العمل في إحدى المزارع راعية غنم، حصلت على رواتبها المتراكمة وعادت إلى بلادها بهذه الثروة. وذكرت الصحيفة أن المرأة انقطعت أخبارها ولم تستطع عائلتها التواصل معها، ولكن بعد محاولات حثيثة وتبليغات لدى السفارة في الرياض تمت إعادتها إلى أهلها وإرجاع كل حقوقها ورواتبها التي لم يدفعها لها كفيلها السعودي. وقال وزير الإعلام السريلانكي نالين
راجاك باسكا إن المبلغ الذي حصلت عليه كوسوماثي يعتبر أكبر مبلغ استطاعت البلاد استعادته كمتأخرات لرواتب لم تدفع لعمال خارج سريلانكا. أحداث أمس كما وثقتها ونشرتها عدسات مصورو صحيفة الديلي تيليغراف نتابع في جولتنا المصورة. وبهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بخير.